وحول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا في استوديو مركز الأخبار الدكتورة وفاء يعقوب جناحي، رئيس قسم القانون الخاص بكلية الحقوق بجامعة البحرين. بداية دكتورة، أهلا بك في نشرة الأخبار. وإذ نتحدث عن دور ميثاق العمل الوطني في تعزيز دولة المؤسسات والقانون، في الحقيقة يعد ميثاق العمل الوطني حدث تاريخي هام في مسيرة البحرين الحديثة نحو تعزيز الديمقراطية ودولة المؤسسات والقانون. إذن الإجراء في المتبع والآلية المتبعة في إقرار الميثاق كانت هو التصويت على الميثاق في استفتاء شعبي، فهو بحد ذاته يعتبر حدث تاريخي خارق ومهم بالنسبة لمسيرة البحرين، ويعبر عن مدى حرص القيادة الرشيدة بإيصال صوت الشعب في إطار عمل ميثاق العمل الوطني. وأيضا يعد انطلاقة حضارية في مسيرة التنمية المستدامة والشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. ولما أني نتكلم للأمانة عن دولة المؤسسات والقانون، هناك عدة مبادئ تحكم هذه الدولة، منها احترام الحقوق والحريات والمساواة بين المواطنين في مسألة الواجبات والحقوق، وأيضا تقويم أداء المؤسسات الحكومية في مختلف قطاعات الدولة، وكفالة الحريات وهذه الحقوق في المجتمع. بالإضافة والأهم من ذلك بالنسبة لدولة القانون، هو تقسيم السلطة على مؤسسات منفصلة ومستقلة. وإحنا اليوم نعرف هناك سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية، وهذه أهم المبادئ اللي يعني هذه المبادئ اللي هي مبادئ دولة القانون ذكرت في ميثاق العمل الوطني. ونجد الفصل الأول من الميثاق ينص على المقومات الأساسية للمجتمع، بالإضافة إلى قيم مرتبطة بدولة القانون، منها على سبيل المثال كفالة حرية التقاضي مكفولة للجميع سواء كانوا مواطنين أو أجانب، وأيضا الحرية الشخصية موجودة، لا يجوز القبض على شخص أو تفتيشه أو تحديد محل إقامته أو حبسه أو توقيفه إلا بموجب القانون تحت رقابة القضاء. وأيضا هناك مجموعة من الحقوق الداعمة للمرأة للأمانة في ميثاق العمل الوطني، واللي إحنا شفنا لها انعكاسات واضحة وممارسات عملية على أرض الواقع من خلال منظومة متكاملة من التشريعات والقوانين، سواء كانت معنية بحقوق الإنسان أو غيرها، وأيضا من خلال ما جرى استحداثه من مؤسسات وطنية معنية بتطبيق القوانين وبحقوق الإنسان. أستذكر منها وأهمها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للمرأة اليوم يعني يقوم بدور جبار في هذا الخصوص، في يعني دعم تقدم المرأة في جميع البرامج التنموية، وأيضا النيابة العامة والأمانة العامة للتظلمات، ويعني الكثير من المؤسسات، منها اللجنة العليا، اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر. أيضا يعني هذه اللجنة وجدت في فترة ما بعد الميثاق في ظل التعديلات الدستورية. دكتورة، يعني تحدثت عن العديد من النقلات النوعية، وكان هناك العديد من النقلات النوعية، فإذا نتحدث عن أبرزها في ضوء الميثاق والتعديلات الدستورية اللاحقة الضامنة للحريات والممارسة الديمقراطية. طبعا أهم نقلة نوعية على مستوى المملكة هو إعادة الحياة البرلمانية. مثل ما نعرف يعني تم حل المجلس الوطني في عام 1975، ومنذ ذلك الحين إلى ما تولى جلالة الملك مقاليد الحكم لم يكن هناك مجلس وطني. فإعادة الحياة البرلمانية باستخدام نظام المجلسين، نظام يعني مجلس منتخب من الشعب ومجلس معين من ذوي الخبرة والاختصاص، ووجود انتخابات نيابية وبلدية نزيهة بإشراف قضائي كامل، وأيضا بوجود مؤسسات المجتمع المدني مشرفة أيضا على هذه العملية، وقيام المرأة نفسها بممارسة دورها وحقوقها السياسية سواء كان في الانتخاب والترشح، أجدها نقلة نوعية يعني قوية لمملكة البحرين في ظل الميثاق. أما بالنسبة إلى الأمور الأخرى، فلا ننسى ما تضمنته التعديلات الدستورية من مزيد من الحقوق والحريات للمواطنين، إذ أن مملكة البحرين بعد الميثاق وقعت قرابة 30 اتفاقية دولية حقوقية، من أبرزها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في عام 2006، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 2007،
وأيضا اتفاقية حقوق الطفل وحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، واتفاقية مناهضة كافة أنواع التمييز ضد المرأة اللي هي السيداو، والعديد من الاتفاقيات اللي احنا يعني بصراحة حسينا أن الميثاق يعني جاء، أن مملكة البحرين حريصة على تنفيذ ما جاء في الميثاق من خلال انضمامها إلى هذه النوعية من الاتفاقيات. ولا ننسى أيضا موضوع استقلال السلطة القضائية اليوم ونزاهة السلطة القضائية، مجرد وجود إنشاء المحكمة الدستورية للرقابة على دستورية القوانين، هذا أمر جدا هام بالنسبة لتطبيق القوانين بكل شفافية ونزاهة، وأيضا وجود المجلس الأعلى للقضاء الذي يتابع حسن سير العمل في المحاكم والأجهزة المعاونة لها، أيضا يعني له دور بالغ الأثر في مسألة تعزيز دولة المؤسسات والقانون. ولا ننسى بعد يعني بما أن احنا نساء، تقدم المرأة وتوليها مناصب يعني قيادية في مختلف قطاعات الدولة، إذ أنه يعني قبل الميثاق كان نسبة وجود المرأة كان أقل من النسبة الحالية، فالآن نشوف ما شاء الله هناك يعني ثقة أكيد بالمرأة سواء كانت الشابة أو أي مرأة في وضعها في مناصب رفيعة المستوى، وهذا أمر يعني للأمانة نعتز فيه ونفتخر فيه. ولا أيضا ننسى أن الدولة حريصة على مسألة مراقبة المال العام، نعم، خاصة بوجود يعني ما بأنساهم أن وجودهم مهم، ديوان الرقابة المالية والإدارية جهاز جدا هام مستقل عن السلطتين التشريعية والقضائية ماليا وإداريا، يراقب مدى حسن استخدام وصرف الأموال العامة، بوجود أيضا مجلس المناقصات والمزايدات وهو أيضا ينظم عملية المشتريات الحكومية، وأخيرا قانون إقرار الذمة المالية. يعني كلها هذه أمور ممكن يعني نقول عنها أن هي بلا شك نقلت نوعية كثيرة نفتخر بها كبحرينيين. نعم. وبمناسبة الذكرى 22 لميثاق العمل الوطني، شكرا الدكتورة وفاء يعقوب جناحي رئيس قسم القانون الخاص بكلية الحقوق بجامعة البحرين، شكرا جزيلا لك. شكرا.